وبشأن الاغتيالات التي تطال قياديين في الحشد، ينضم إلينا من اسطنبول الباحث العراقي حسين السبعاوي. سي سبعاوي، مرحبا بكم. يعني هناك أنباء تتحدث عن نجاة القيادي بميليشيا أنصار الله جاسم الساعدي من محاولة اغتيال في العاصمة بغداد، لكن إلى أي مدى يمكن الربط بين الاستحقاق الانتخابي المنتظر ومحاولات الاغتيال المتكررة هذه؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أنا أعتقد أنه العراق منذ 2003 إلى الآن الاغتيالات السياسية هي قائمة فيه وتزداد وتيرتها كلما قربت الانتخابات. السبب في هذا أنه الدستور العراقي يحظر تشكيل الميليشيات ويحظر ترشيح أو يحظر أي ترشيح أي شخصية مرتبطة بالقوات الأمنية والقوات العسكرية، لكن ما هو موجود الآن أنه قادة ميليشيات وقادة الحشد وهؤلاء جميعهم هم أصبحوا رؤساء قوائم ومرشحين، فبالتالي التنافس فيما بينهم مع وجود لكل مرشح قوات تحميه، فبالتالي شيء طبيعي أن تحدث الاغتيالات فيما بين المرشحين وتستهدف بقية المرشحين. هذا الأمر اعتدنا عليه من 2003 إلى الآن، وهو السبب المخالفات الدستورية للمرشحين والسكوت عن هذه المخالفات الدستورية. لكن سي سبعاوي، هناك من يذهب ويقول أن موضوع الاغتيالات التي حدثت في بغداد هو بسبب انخراط السلاح، أو بمعنى آخر انخراط الميليشيات المسلحة في العملية السياسية، ما رأيك في ذلك سي سبعاوي؟ نعم، هذا ما نقوله، أنه الدستور العراقي يحظر المرشحين الذين ينتمون إلى القوات الأمنية أو لديهم ميليشيات، بحد ذات الميليشيات محظورة وفق الدستور العراقي. ما يهمنا أنه هذا السبب الذي أنه قادة الميليشيات هم مرشحين بل منهم رؤساء قوائم، فبالتالي شيء طبيعي أن يكون هناك استهداف فيما بينهم بسبب التنافس على المقاعد البرلمانية. سي سبعاوي، يعني كيف تنظر إلى مستقبل الحياة السياسية أو العملية السياسية فيما لو وصلت الميليشيات المسلحة إلى سدة الحكم؟ كيف ترى مستقبل العراق؟ يعني أنا أعتقد أنه الميليشيات هي موجودة في سدة الحكم من 2003 إلى الآن. يعني خلنا نأخذ الميليشيات لمن تنتمي. المجلس الأعلى لديه ميليشيات، التيار الصدري لديه ميليشيا، العصائب ميليشيا أصبحت مستقلة ولديها برلمانيين، فالميليشيات هي ليست غائبة في العملية السياسية في العراق على مستوى الحكومة وعلى مستوى مجلس النواب، ولكن التحدي اليوم اللي موجود على أنه ستكون هذه الميليشيات هي على رأس السلطة التنفيذية مستقبلا. هذا أما على الميليشيات هي غائبة، لا جواب لا يا سيدي، جميع هذه الميليشيات هي لديها نواب في البرلمان العراقي ومنهم لديه وزراء. سي سبعاوي، إذا ما تحدثنا عن التحضير إلى التحالفات ما بعد الانتخابات، يعني على سبيل المثال للحصر، جريدة الأخبار اللبنانية أوردت تقرير قالت فيه أن لقاء غير معلن جمع العبادي والمالك، وذلك لمعالجة الانقسام الحاصل في حزب الدعوة. هل تعتقد حقا بوجود خلاف عميق بين نور المالكي وحيدر العبادي؟ يعني أنا أعتقد هو الخلاف موجود، ولكن خلاف تكتيكي وليس خلافا استراتيجيا. بمعنى أنه الائتلاف لا يسمح بخروج رئاسة الوزراء من عنده، فيبقى الخلاف وين؟ الخلاف بين الأشخاص على من يتولى رئاسة الوزراء. اعتاد العراقيين منذ 2003 إلى الآن بأنه رئاسة الوزراء من حصة الائتلاف وتحديدا من حصة حزب الدعوة، فيكون الخلاف ما بين الائتلاف أو داخل حزب الدعوة على من يكون هو على رأس السلطة، وليس لم يختلفوا، بل هناك اتفاق استراتيجي أنه رئاسة الوزراء لا تخرج من الائتلاف ولا تخرج من حزب الدعوة. فالخلاف تكتيكي، نعم موجود خلاف، ولكنه في المجال التكتيكي وليس في المجال الاستراتيجي. طيب سي سبعاوي، أخيرا، يعني هل تعتقد أن هناك جهات خارجية هي من تدعم هذا الحراك من أجل ترتيبات ما بعد الانتخابات القادمة؟ يا سيدي، هي الدول داخلة على الساحة العراقية وهي تدعم سياسيين سواء في المال أم في النفوذ، إيران داخلة وبعض دول الخليج داخلة والولايات المتحدة داخلة، ولكن لا يسمى رئيس الوزراء في العراق بدون موافقة السفارة الأمريكية وبالرضا الإيراني. من اسطنبول الباحث العراقي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.